حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية. مساء الخير سعادة الوزير، نشكرك على قبول الدعوة وأهلا بك في نشرة الثالثة. ما هي أبعاد زيارتكم إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ونتائجها على تحقيق الأهداف التنموية في شؤون التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين، وأيضا أبرز المحاور التي تضمنتها زيارة سعادتكم إلى المملكة الشقيقة؟ مساء الخير جميعا. إن العلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وفي ظل رؤية مشتركة لمواصلة تقدم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، والتي بلا شك تصب بشكل مباشر في تنسيق وتوحيد الجهود لخدمة تطلعات البلدين في ظل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نحو أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والاطلاع على تجارب المملكة العربية السعودية البارزة والمتقدمة في الشأن الاجتماعي وتعزيز العلاقات في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب تبادل الخبرات في أبرز البرامج والمشاريع ذات الصلة لمجال عمل الوزارة. نعم سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.